السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم محاضرتنا تتكلم عن الأنكل جوينت والليج. بداية نتكلم عن الأنكل جوينت، الأنكل جوينت، the main position for the ankle جوينت is three: uh, AB anterior posterior and AB oblique and lateral position. AB anterior position that's mean AB uh, يكون حجم الكاسيت، the size of cassette 12 في 10. والتصوير يكون بالمقطع الطولي كيفي لهذه الوضعيه يكون 60 كيفي والملي امبير سكند 6 والديستانس 100 سنتيمتر. والشن راح يكون بوث ليج اكستندد ان ذا لوور ليج نوت روتيتد. فوت ان انكل هي إطرواطرا، you must make sure إطرواطرا. هنا راح يكون الankle joint. السنتر راح يكون هنا. and the direction tube is perpendicular on image receptor. هذه هي position L A B. راح أطلع السنتر يكون هنا